ندعو المتسابق محمد قسطالي من دولة فاس المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا
لائقا فلما أفاق قال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتبعون
اتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alkışlarınızla geliyor. İkinci Fas'tan Muhammed Kastali. Badem hocamızı programımızın başında Kur'an-ı Kerim tilavetinde dinlemiştik. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında uluslararası yarışmamızda birinci oldu Adem hocamız.